يتضمن بيان مجلس الوزراء في بعده الاقتصادي الانشغالات المطروحة وبحدة على خلفية تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 بالنظر إلى ما ترتب عنها من تعطيل للآلة الاقتصادية والأضرار المالية التي أثرت سلبا على الناشطين في القطاعات الحيوية كالتجارة والخدمات والإنتاج. وقصد تجاوز آثار هذه الأزمة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد باتخاذ إجراءات عملية، منها التجميد الفوري لكل عملية تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، مع تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بمضمون هذا القرار. هذا مع إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، خاصة ما تعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، مع ضرورة إجراء التقييم بكل شفافية لتفادي التصريحات الكاذبة. مع منح مساعدة مالية بقيمة 30,000 دينار لمدة 3 أشهر لأصحاب المهن الصغيرة على غرار سائقي السيارات الأجرة والحلاقين، وذلك بعد إجراء تقييم صارم ودقيق مع تقييم التعويض المخصص للحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة لتعويض الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي. ومن بين قرارات مجلس الوزراء تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمات للقطاع البنكي والمصرفي بغرض تسهيل الحصول على تمويلات سبق لبنك الجزائر أن اتخذها. وفي النشاط الصناعي قرر مجلس الوزراء اعتماد دفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وتصنيع السيارات والمركبات الجديدة وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية. وبخصوص استيراد المصانع المستعملة، ألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات وعلى أن لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ اقتنائها، مع اعتماد الخبرة الضرورية في عملية الاستيراد وحتى الأجنبية منها. وفيما يخص استيراد المركبات الجديدة، يقر مجلس الوزراء بضرورة الاعتماد على المتعاملين الوطنيين مع ضمان شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع. وبالنسبة للإدماج في المجال الصناعي فإنها حددت بما لا يقل عن 70% للصناعة الكهرومنزلية و30% لتصنيع السيارات. وفيما يخص المحور الفلاحي فإن رئيس الجمهورية وجه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف عسير من خلال ضمان تمويل السوق بالمنتوجات الفلاحية بشكل كاف وبأسعار معقولة. وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بتشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتوجات الفلاحية، كما أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء معهد للزراعة الصحراوية في إحدى الجامعات بالجنوب، مع الاستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي وبشركاء الأجانب.